سلام سلام، وحدة فيكم اللي تقريبا عرفات او لا توقعات شنو يقدر يوقع في الجزء اليوم واللي هو الجزء الاخير. هذا الجزء اللي تحكى ليا كله من طرف وفاء وهي كتبكي هو الاول. الناس اللي ما شافوش الجزء ديال البارح لتحت في اول تعليق غادي تلقاوني انني حاطاه لكم، ضروري انكم تشوفوه قبل ما تفرجوا في حلقه الليله باش انكم تفهموا كل شيء. خليناها فاش وفاء دارت العقد وكتقول حاولت انني نفرح براسي وتزوجت بهذا الانسان الا الدوام. داز داك النهار وشطحنا وفرحنا، ولكن اللي جاي كان حكايه واحده اخرى. سالت الحفله، كل واحد مشى في حاله، وانا دابا وليت مراته. وهنا غادي يقول لي يا وفاء راه خاصك غدا ولا بعدو انك تجي عندي. كيفاش؟ انا مشيت قلتها لماما اللي ما عجبهاش، لا اللي ما عجبهاش الحال، لا ما تمشيش لعندو بلا عرس. لا ماما، واش انا وصلت القرايه دابا وتابعيني امتحانات، فين هو اصلا الدماغ ديال هاد العرس؟ ولا ندير هادي ولا هادي؟ لا ما يمكنش نصيفطوك بنتي بحال هكا، هادشي راه ما عندناش في العاده ديال العائله. مشى راجلي باش يدوي مع بابا، لانه من قبل كانت ماما لاحظت نهار ديال العقد شي تصرفات اللي ماشي هما هادوك، مع شي هضور اللي تقالو من طرف اختو باش انها تجبد المشاكل. فمشات قالتها لبابا اللي ما عجبوش الحال، وجبد الموضوع مع راجلي بلي انه خاص كل واحد يبقى في التقار ديالو، وبلي سي فلان اختك خاصها تحترم بنتي. حاول تهضر معاها حيتاش هاشمو دارت وهاشمو قالت، ما نقدرش نعطي تفاصيل اكثر باش انه الحكايه ما تعرفش. المهم قال لي راجلي بلي انا ما غاديش نهضر مع اختي باش ما نخسرش علاقتي بها، انا هنا ولدي تندوي معاك باش نوضحوا شي نقاط، انا بعيد على انني نجبد صداع، ولدابا راكم ما شفتوا منا حتى شي عيب. ها شنو عاودت ليا المراه وها شنو عاودت ليا على اختك وها شنو دارت. هو في هذه اللحظه ما عجبوش الحال وبقات بحال هكاك، لدرجه انا بقيت في دارنا تزوجنا وهو في دار وانا في دار، ما تجمعناش على اساس الولد اللي هو الموضوع الاساسي ديالنا ولا حتى شي حاجه. ما كانش يفكر في الولد نهائيا ولا نفكروا في الامور اللي ما بقى ليها والو تفضح. كنمشيو للرونديفو ديال الطبيب وصافي، بدات كرشي كتكبر وانا دخلت في شهري الثامن. ماما مسكينه كتقول لي بنتي حاولي على راسك، ما تبقيش تاكلي الباط بالليل والخبازات، شوفي كيفاش تكرشتي. مسكينه ماما حيتاش تيقه فيا ما قدرتش انها تفكر شي حاجه واحده اخرى. انا دخلت في العد العكسي، ولكن سبحان الله ربي كبير وشان عظيم، مشيت نكمل قرايتي وبقيت مره كنمشي وكنجي لدارنا، ولفوني كل 15 يوم انني نجي. فاش ندخل تندخل مدقدقه وكنلبس شي بيجامه اللي هي عريضه عليا، وكنحاول انني ما نبينش ليهم وما نبدلش قدام ماما. المهم ربي سترني واحد السترة اللي ما كتستوعبش. دخلت في شهري ويقدر يجيني الوجع في اي لحظه، لكن سبحان الله غادي تمرض جداتي وغادي تمشي عندها ماما في داك الشهر ديالي. في ديك الوقت بابا قال لي سمعي وفاء بلا ما تبقاي تعذبي بنتي تجي كل خطره، صافي جلسي ركزي على قرايتك حتى تجي ماماك، واذا خاصك شي حاجه انا نجيبها حتى لعندك. مشات ماما، وصل نصف شهري وباقا تمشي وكنجي للمدرسه، وما كانش كتبان عندي الكرش مفضوحه. من غير واحد النهار كانت زيرات عليا القبيه ديالي وجات عندي واحد البنت وقالت لي وفاء واش انتي حامله. انا بديت كنتسف ما عرفت ما نقول، ولكن انا ذاك كانوا عارفين بلي انني تزوجت، نشرت الخبر بالعاني باش اذا شافوا شي حاجه ما يستغربوش. وصل نص شهري اللي هو الشهر التاسع ومازال الوجع ما كاين، حتى غادي نمشي عند الطبيبه وغادي تسولني واش بغيتي تولدي سيزاريان ولا طبيعيه. انا وياه اتفقت باش انني نولد سيزاريان ببساطه باش نحتفظ بالبكاره ديالي، لانه كيف قلت لكم كنت بنت عازبه وما عرفش كيفاش وقع لي داكشي، وحتى الطبيبه اكدت ليا بلي انه انا باقا مازال عازبه. انا كنت نقول ليه بلي انه بغيت الفتيح لانه الشرف هو كل شيء، راتي اكدوا عليه العائله ديالي حيتاش كاينين عادات خاصنا نحتفظوا بهم، حتى اذا عرست وبغينا نديروا دوك العادات ونمشي انا وماما عند الطبيب غير لقوني بلي انني باقا عذراء. المهم خرجنا بقرار بلي انه ندير سيزاريان كيف قلت لكم باش نحتفظ بالبكاره ديالي. غادي نطلبوا من الطبيبه انها واش ممكن تفتح ليا في الويكاند، قالت لي راه ما عنديش كيفاش حيتاش عندي عمليه واحده اخرى وحنا داويين، حتى غادي تجي واحد المكالمه بلي انه ديك العمليه ديالها راه تلغات، وقالت لي نختار واش السبت ولا الحد. غادي نختار الحد، ماما اصلا ما كايناش، وفي قرايتي داك الشهر خرج ستاج، يعني ما غاديش نبقى كنمشي وكنجي، واختاريت انني نستاجي عن بعد حيت كانت عندي هاد الفرصه. مشينا شرينا شي حويجات على قد الحال وداكشي اللي خاصني. وصل نهار الحد ودخلت للبلوك وانا كل ستريس وكل خوف، في المفروض انه بحال هاد اللحظات يكونوا معك والديك او لا افراد من عائلتك. انا كان عندي واحد الاحساس في شكل ما عرفتكمش واش غتقدروا تفهموه ولا لا، كانت الخلعه شاداني من رجليا وما عارفاش كيفاش غادي يدوز داكشي واش اصلا غنخرج حيه. كنت كومه من الخوف والفرحه
ما كانش، لانه ما كنتش عارفه شنو غادي يكون، لكن الحمد لله داز ديك العمليه مزيان وولدوني، ويا ربي تسمح ليا ما بغيتوش انه داك الولد يتزاد. تمنيت ودعيت ربي انه ياخذ الروح ديالو، لانه ما بغيتوش لا هو يتعذب ولا حتى انا معاه، لانه احوالي ما مقداش. وكيفاش غادي ندير نبينو، وشكون غادي يشدو، وحتى حد ما كيساينو، لا عائله فرحانه به ولا والو. اقسم بالله الا كنت كندعي انه ما يعيش، لكن مولانا خسر امر واحد اخر، غادي يتزاد داك الوليد بخير وعلى خير. وشفته وعنقته وغادي يتسناوني حتى غادي تحيد مني البنج، وغادي يطلعوني لبيتي، ولقيته معرض ليا، قال لي على سلامتك. دخلت بدلوا لي حوايجي وقادوا لي اموري، غادي يجيبوا لي ولدي من بعد ما قادوا لي حويجاتو، ولكن انا كنت انا ذاك بوحدي. دوزت من واحد اللحظات اللي كانوا صعاب، لانه ما كانش بجنبي حتى شي حد، حدو هو بقى معايا واحد شويه، جاب لي الماكله والدواء وكاع داكشي اللي خاص، فرح به، تصور معاه، من بعد مشى وخلاني. قصتي من نوع اخر، كاع هاد الاحداث اللي عشتهم كنت كنعيشهم بوحدي، حتى شي حد ما سيق لي الخبر. كيجيو عندي الفرمليات كيراقبوني مره واش كلشي مزيان، ويسولوني واش ما جا عندك حتى شي حد. لا راني بعيده، ما تنقدرش نقول لهم بلي انهم لهلي وريكم حالتي، حالتي اللي كنبكي عليها من الداخل. النهار الاول مازال غنتمشى مزيان الحمد لله، لانه كنت نقول بلي لا راه خاصني نتمشى، ما عنديش اختيار، انا ماشي بحال كلشي، حتى حد ما كيتسناني باش انه ينفسني، فبزز مني خاصني انني نوض ونصح. جمعت فعلا كاع القوه ديالي وقفت النهار الاول، لدرجه انا والطبيبه ديالي قالت لي عمرني ما شفت شي وحده النهار الاول مازال ناضت وتشجعت. بقيت 3 ايام، داز كلشي على خير. مشى هو كرا واحد الدار اللي مشينا ليها، ما شافني حد، ما عاقبيا حد، دارنا كانوا كيتواصلوا معايا غير بالتليفون، ولكن ما كنتش كنبين ليهم. فاش مشينا للدار ديال الكراج بلا معنا ولدي، ولقيت راسي انني ما عارفاش منين نبداه، كيفاش نبدل ليه هو صغير، كيفاش نردعو، وشحال من حاجه. ديك الليله فاش جيت جاني واحد الالم اللي كان صعيب انه يتوصف، ما عرفتش جي علاش. الليل كامل وانا كنتوجع، هو كان معايا كيشوفني وتيقول لي واش نمشي نشري لك الدواء. كنعيط على الطبيبه ديالي ما كتجاوبنيش. ديك الليله شفت الموت بعينيا اللي ما عارفش السبب ديالها منين. المهم خسرت الوزن في ديك الوقيته شي حاجه باينه لواحد الدرجه اللي هي كبيره، لانه النفس تخصها انها تاكل وتقوت، وانا ما كنتش كناكل، ماشي حيتاش ما تيجيبش ليا، ولكن ما كيعرفش يطيب، غير اللي قسم الله كان تيجيبو غير من الزنقه، والخاطر ما كاينش ود ما خدام. المهم كلشي كان مقلوب عليا، لدرجه انه ديك 3 ايام خسرت الوزن بزاف فيها. تخيلوا معايا السروال ما بقاش شاد بلاصتو، كنشدو غير بالسمطه. بزز مني بديت كنجمع القوه ديالي، وفاش كنخرج اللي شافني ما كتعافيتي مالك وليتي بحال هكا، كلشي تيقول لي باين فيك مريضه شنو كاين. المهم كملت حياتي، عيط ليا بابا قال لي السبت والحد راني جاي لعندك بنتي. اضطريت انني نجمع الوقفه ونمشي لدارنا، اولا الدار اللي انا كاريه فيها، باش ما نبينش بلي انا وكاينه شي حاجه، غير غادي يجي. وشفته طحت عليه تنبكي بكل ما فيا، ما قدرتش انني نشد راسي. مالك وفائك لاباس؟ لا ماليش بابا، غير دارني ظهري. مالك وليتي حالتك؟ يلا نشري لك الدواء دابا. شرى لي الدواء ومشى في حاله، وانا رجعت للدار اللي فيها ولدي. هاد الوقت جات عندي بنت خالتي للدار لوالديا، وصلوا ليها اخباري وبدات تصوني عليا. انا ما كنجاوبهاش حتى على شحال، وهي تصفت ليا وتتسولني، قالت لي راه عزيزي قال لي بلي انك انت مريضه، جيت نطلع لك، لاش خرجتي حدي؟ قلت لها راني غير خارجه. نضت على سعدي وعدي ومشيت عند بنت خالتي، مشيت لعندها للدار، ودرت راسي بلي انني فعلا انني كنت خارجه ودزت عندها، راني كنت خارجه مع صحاباتي. شدتني نجلس وانا عقلي غير مع ولدي. قالت لي لا غادي تباتي معايا، ما غاديش نخليك انك تمشي في هذه الحاله. قلت لها بلي انه عندي القرايه وعندي ستاج وضروري خاصني نمشي. ايوا جلسي حتى نوصلك. واخا قبلت باش ما نبينش، بقات شداني، تعشيت معاها وما غادي توصلني حتى الوحده ديال الليل لداري. غير هي مشات، انا من مورا بديت كنقلب على طاكسي، عاد داني لعند ولدي وراجلي بلا ما نساو بلي انه يالله 4 ايام باش انا فتحت. بقات حياتي غدا بحال هكاك، مخنوقه جالسه في ديك الدار بحال شي حبس، وهو راه موفر ليا كلشي، ولكن انا مخنوقه وحتى شي حاجه ما مقاد عندي في الحياه. بقيت داك الشهر ديال السطاج كنمشي مره عند الطبيبه، وهو تيخدم وكيجي. دارنا مطمئنين عليا وعارفيني بلي انني غير تنقرا، ماما غادي تجي من عند جده، وكان خاصني انني نمشي عندها، ولا هي غادي تنوض تجي لعندي. فمشيت لعندها في العشيه شفتها، واكيد حتى هي غادي تسولني مالك بنتي وليتي بحال هكا.
بت معاهم ديك الليله وقلت لهم بلي انا وراني خاريه ومع 7 ديال الصباح خاصني ضروري نكون في المدرسه. كذبت عليهم الله يسمح لي بحال بزاف ديال المرات، لان راجلي انا ذا كان خدام وخصو يخرج فعلا. فمشيت وانا ما بقى لي والو انني انا ذاك نرجع للمدرسه. كل مره تنقول ليه فلان راه شنو كاين، كيفاش غادي ندير وانا قاريه وضروري خاصني الحضور، والا ضرنا غادي يوصلهم الخبار، خاصك تلقى ليا شي حل. قال لي غادي ندبر على شي مره وحده اخرى نخليوه عندها باش انا تقابلو ونبداو نجيبوه لينا حنا في الويكاند، وداكشي اللي غادي يكون. انا ذاك كان يالله كمل شهر وربي اللي عالم بيا لانني ولفته وبغيته، لكن للاسف اضطريت انني نقطع ليه البزوله وقديت ليه حويجاته وعطيته ليها. كل ويكاند كان كيجيبو ليا وكندوز انا وياه وقيته وكيعاود يرجعوا ليها، وحتى شي حد ما سيق الخبر لهاد التفاصيل. انا مع راجلي في دار وحده، وانا مع راجلي في الدار واحد النهار غادي تسالى ليا الكونيكسيون، وكنت نوجد الامتحانات فغادي نطلب منه باش انه يحل ليا التليفون ديالو باش نخدم به، علما باللي انه ماشي من عويده انه يخليه ليا، ولا كان يخبي عليا ولا كيسكت ليه الحس قدامي. هو نعس، انا استغليت الفرصه قلت عرفتي شنو، نديت عينيه والله حتى نقلبه. فاش قلبتو يا ما لقيت من دريات وجماعه، وفي الوقت اللي كنت نقول ليه يلا نتزوجوا اذا باقيين عاقلين، وكان عاتبو علاش بعدتي عليا وعلاش باغي انك تحبس، وهو كان خارج مع واحده اخرى كنداوي معاه على الزواج، وانا مخليني كنتعذب وكنتسنى فيه. في الوقت اللي كرشي حتى لفمي ومع البيا غير مولانا، وهو كان كيدوي مكالمات هاتفيه مع واحد خيتي وكيخرج هو وياها وكيتلاقى بها. فاش انا ولدت وجيت كان تيقول لي انا جاي انا جاي، كان تيمشي يتلاقى بها. عرفتو منين شفت داكشي ما يمكنش كيفاش نصي غادي يتشلل. كنت كنشوف التواريخ وشنو كان واقع فيهم، ما يمكنش الثقه اللي كنت دايره فيه، ما يمكنش شنو وقع ليا ديك اللحظه. ترفعت وليت باغا غير نهرب، لكن كنت كنشوف ولدي وهو ناعس، غادي نزير راسي وغادي نسكت، ولكن صورت عندي كل شيء كدلائل وخبيتهم. في الصباح غادي يشوفني مغيره ما دويتش على شحال، قلت ليه فلان شاف فيا وحطت لي داكشي كامل قدامه، غادي يسكت وما يقدرش يدوي لانه الدليل قدام عينيه. سولته شنو درت معاك حتى تعيشني هادشي كله، كانت حياتي مقاده حتى النهار جيتي وطلبتي مني الحلال ومشيت معاك بنيتي، وعمرني درت معاك شي تحريميات، وكتشوف حالتي كي دايره وكتشوف ظروفي كيفاش مغرقاني حتى الودنيه، وزدتي عليا بهادشي حدو خسر عليا. سمحي ليا راني عرفت بلي انه غلط وعمرني ما غادي نعاود، وهاديك خيتي راه هي اللي كانت كتصوني عليا وكتبرصني، والاعذار الخاويه اللي ما كانتش عندها معنى. سالينا فلان النهار الاول كان هذا هو الشرط ديالي، اذا شفت الخيانه طلاق هو احسن حل وما غاديش نسمح ليك، وحنا اصلا مزوجين بحال ما مزوجينش وما مقادينش الامور ديالنا. لقيت راسي وسط الظلام فين مازال بقى يبان ليا شي ولدي ولا شنو غادي يوقع ليا من بعد. ترفعت وما بقيتش فاهمه الدنيا شنو كدير بيا. اخر حاجه توقعت انا عاتبته غير على من نهار عرفتو اشنو كندير، اما مورايا قبل ما يعرفني ويا شحال من دريه دخل مع هادي وخرج مع هادي. تصدمت من الصوره اللي كان عاطيني انا ذاك ومازال ما طلقناش. مشيت عنده وقلت ليه فلان عرفتي شنو، انا غادي نغمض عيني على بزاف ديال الحوايج على قبل ولدي، حيتاش كنشوفو دابا مكرفص وعند مرا وحده اخرى تيكبر عليها وكتشوفو كتخرقو. اجي الله يرحم الوالدين نصلحو هادشي كامل. قلت اجي نقاد الامور من جهتي اللي في المفروض انه هو اللي خصو يقادها. قال لي لا انت ما كتثقيش فيا وما بقيتيش كتثقي فيا وغادي نوليو غير في الصداع، فما غاديش نكملو مزيان. واه ولد الناس نقص شويه من راسك وخلينا نجيبو ولدنا معانا ونكونوا عائله، انه ونربيه بيناتنا ويكبر وسط عائله، حيت حنا ضروري خصنا نبينوه. اجي نكملوا في هذا الزواج ونديروا العرس ونقدوا الامور ديالنا. لا وفاء انا ما تليتش باغي نعيش معاك في الصداع وتبقاي ديما شاكه فيا، غير دابا كتقولي بلي انا كي صافي نسيتي، ولكن ديما غادي تبدي كتجبدي ليا الموضوع وانتيا صعيبه وواعره. واستي فلان راه انا اللي عندي الحق انني نقول هاد الهضره، راه انا اللي خاصني نسمح ليك، راني تنقول ليك اجي نصلحوا داك شويه اللي بيناتنا على قبل ديك التربيه اللي مازال ما قادرناش اننا نسجلوها بسميتنا ومازال ما عندوش الوراق. ما قدرش ببساطه نسجلو لانه عندي بدون تفاصيل اكثر اللي غادي يكتشفوا الامر ديالي، فكان صعيب انني نسجلو عليا. في الاخير طلقته حيت هو اللي بغى هادشي، وغادي نشد الدبلوم ديالي بمونسيون وغادي نرجع لمدينتي، وطلقت حتى ديك الدار. هو نسيتو الطليق ديالي، ولكن المشكله في هادشي كامل وعلاش عاودت لكم قصتي هي ولدي. ولدي اليوم في عمره عام ونص وباقي عند ديك المراه، وانا جالسه مع والدي والصعيب عليا انني نرجع عنده حتى باش انني غير نشوفه. درت المستحيل على قبله وربي شاهد صدمت على الكرامه ديالي، ورغم الخيانه الاولى والثانيه وما لا نهايه، وطلبته باش انا نجمعو الشمل
لكن في الاخير ببساطه قال لي لا. عييت وقلت صافي كلشي في يد مولانا، هو اللي قادر انه يبدل الاحوال وقادر على المعجزات، اما انا تسدوا البيبان في وجهي. الخلاصه ديال هذه الحكايه ديالي باش نختمها لكم، انه ولدي عند مراه واحده اخرى اللي كارياها ليه وما عنده لا اوراق لا حتى شي حاجه، وانا مده طويله ما شفتوش لانه ما عنديش كيفاش ندير ونمشي لعندو، حيت جالسه مع والديا. والديا ماشي ناس اللي هما طالقيني، ما كنقدرش نخرج، واذا خرجت غير ساعه قالوا فينك اجي. هو عند مراه واحده اخرى، اي حاجه خاصه كيمشي كيجيبها ليه، ولكن حتى لين الله اعلم. كندعي الله انه ولدي يرجع ليا بشي طريقه اللي ما عرفتش كيفاش ولا حتى فوقاش، لانه كاع البيبان مسدودين وما عندي ما ندير. وباش نكون معكم صريحه، فكرت انا نعطي لشي عائله واخا ما قديتش. لقيت واحد السيده بغات تديه لاوروبا وتخاد ليه الوريقات ديالو، ولكن ربي ما سهلش في ديك المراه. هو اليوم تيقول لي الطريق ديالي اننا نعطيه لعائله واحده اخرى، ولكن انا ما بغيتش وما قديتش. وليت فواحد الحاله غير كنبكي بالليل وبالنهار، وكنقيم الليل والنهار وكنطلب الله انه يجمعني بولدي بشي طريقه اللي ما عرفتش كيفاش انا هي. انا بغيتكم تنصحوني، اعتقوني، قولوا لي شنو ندير، واش نعطيه لشي عائله واحده اخرى، واش نخليه وانا مازال ما خداماش. حتى اذا خدمت وبغيت نتبناه، فمن الشروط ديال التبني انني خصني نكون مزوجه، وعائلتي ما يبغيوش انهم ياخذوا هذا القرار ويتبناوه هما اذا اقترحتها عليهم. قال بيبان تسدو في وجهي، وكنشوف راسي وسط طريق بلا مخرج، والولد غادي تيكبر وتيحل عينيه على مره واحده اخرى، ولكن عندي يقين انه ربي غادي يفرجها ويدير لي شي طريق. حتى اذا فيكم شي حد عافاكم ما لقاش لي شي حل، غير دعيو معايا انه ربي يسهل الامر ديالي ونجمع انا وياه. ربي اختارو يعيش ورغم انني درت المستحيل باش انني نطيحو، حيت هاد الظروف مناش كنت خايفه عليه، ولكن ربي بغاه. وصاد شي كامل، وقسم بالله حتى راني كنتعذب وكنضل كنحلم به الليل كامل. شوفوا، مستحيل شي حد فيكم يقول لي يا اعترفي لوالديك، ما يمكنش ولا يمكن ابدا. اول حاجه ربي يسترني بواحد الطريقه اللي هي عجيبه وماشي مره وزوج، يعني باش انني ندوز من كاع هاد المراحل ونكون بعيده على عائلتي اللي كل مره جايه عندي وانا وسط داك الشيء. انا ذاك راه بصح ربي دار معجزات، فاذا ما جاتش الفضيحه من عند ربي انا ما نقدرش نخرج شي حاجه من فمي، حيت مامتي مريضه بزاف وبابا صعيب وكذلك اخوتي. اذا جاب الله خديت قرار ودويت، غادي تنوض واحد الحرب اللي هي كبيره، حيت عائلتي ما غاديش ترضى، وغادي نولي في الصداع، وغادي ندخل في حاله اللي هي خايبه بزاف. واهم من هذا الشيء كامل، ما نقدرش نجازي والديا بشي حاجه خايبه، خطا واحد اللي ما عمرني ما درته في حياتي ولا عاودته دمر لي حياتي كلها. ما شفت من والديا غير الخير، موفر لي كلشي وعاطيني كلشي وحاطين عليا فلوس اللي هي صحيحه، وكيحيدوا منهم وكيجيبوا الوفاء. حتى انا بدوري كنت كندير كاع جهدي في قرايتي باش انني نفرحهم، وتوفقت في هذا الباب، ولكن في الباب ديال التربيه ما قدرتش، ما قدرتش نجازيهم الا بالكرش ديال الحرام. ما بغيتش نخسرهم وهما الدنيا وما فيها في حياتي. صافي وكنشوف كاع البيبان مسدودين، كي ما عرفتش عائله واقيلا يعني في اوروبا، باش زعما لا بغاو، ولكن وعلي ما عنديش كيفاش ناخذ، ما عنديش كيفاش نبينو، ما عنديش كيفاش. بعد المرات كنفكر كنقول شوف انا بنت ما مرأة ترتاح، واخا نولد 10 شتي، واخا نولد 10، واخا نولد ما شحال ما عمري، ما عمري غادي نفرح وغادي نتزا ولا شي حاجة، ما عمري ما قدرش. ولكن نقول على الأقل إلا عطيتو شي عائلة غادي نقدر يكون عندو أب وأم، غادي يقدر يكون عندو وريقاتو، غادي يقدر يكون مرتاح. واخا انا راه يعرف راسو بربي غادي يبدا يقلب عليا، حيت دابا ميمكنش يعرفني انا ماما، ميمكنش، مستحيل. يلا ما تفرشت، يلا تفرشت ونفضح، غادي يقدر زعما يعرفني كانني ماما، وما الماما ولا يقدر يعرفو، مستحيل مستحيل يعرفني. يعني تا لا ما عرفتش زعما تا لا بقى معايا، ما عمرو يعرفني كماما وما عمرو يعرف با، ناري هو يعرفو ولكن غيبقى يسول، ولكن ما عنديش الحق نولي انا. راه الا قلت ليه مشكلة غنوقع في مشاكل بزاف بزاف، وميمكنش غادي يعرف عائلة ماما، وميمكنش يعرف عائلة بابا، عندك شي ما عرفو تا واحد. تفكر لي هو كبر في عائلة مزيانة، يكون عندو ريقات ويقرا عينا في بالو، حتى قال لي نعرف راسو راه مربي واحد النهار غادي يكون بعدا كبر، أنا بين عائلة يقدر عندو ريقاتو، يكون قرا، يكون بزاف ديال الحوايج، هادشي لي كنفكر دابا.
ولكن ما عرفش شنو الصحيح وشنو الغلط وشنو ندير حيت باش يكون معايا وباش يعرفني من مستحيل. ما كنبغيش شاهد يحكم عليك من نكستي ولا يقول لك نتوما ما كنسمعوش، نتوما لا خرجتو على راسكم اعرى بصح غلط واحد ندرني حياتي كامله وضيعوا لي صغير وضيع بزاف ديال الهوي. ولكن اي واحد كتقدر تحوس من هاد الشيء، اي وحده الانسان يطلب غير الستره من عند الله ويحمد الله بصح يبعد على داك الشيء ما يقربش لي. بصح ما عندك علاش تمشي مع انسان ما عندك ما ديري بيه حيت راه ما غاديش يولد شي حاجه زوينه. راه اي بنت راك مشيتي قولوا بلي جلستي معاه في بلاصه خاويه راه الشيطان الثالث معاكم. هذاك اللقاء ما غادي يدير لكم وما غادي يديكم في حياتكم حتى حاجه من غير المشاكل والهم ومن غير هادشي اللي واقع في انا اللي كنت كنقدر توقع في اي بنت. هذه هي حكايتي، هذه هي كانت حكاية وفاء ما بين نهايات نادرة شكون معكم صريحة اللي وحلت في أنني نصحها أو لنعطيها الرأي ديالي الخاص. لكن غادي نستغل هذه الفرصة في حكايتك وفاء باش أنني ندوز رسالة لكاع البنات أو لكاع الجميع. ماشي أي وحدة خطأت في هذه الحياة كتسمى بلي أنها كطير بنت زنقة ما مربياش فعلة أو لا تاركة. هذيك الهدايه كتكون هديه من عند مولانا، حتى شي حد ما كيتبها بالتربيه ديالو، لانه خطا بسيط او لا اعطاء فرصه لواحد الشهوه حنا كتبان لينا بلي انها بسيطه بامكانها انها تدمر لنا حياتنا وتربيه حتى والدينا. واذا تبعتوا معايا الحلقه من البارح وفاء دليل كبير على الاصل ديالها وعلى التربيه ديالها والماضي ديالها اللي كلشي فيه نقي، ولكن ما لوموهاش هي بوحدها، لوموا حتى الطرف الثاني اللي خدعها وتخبى تحت غطاء بغيتك الحلال وما كنقدرش انني نصبر قدامك و و و. فوق من هذا الشيء كله كاينين بزاف ديال المفاهيم مغلوطه في هذه القصه من ناحيه الزواج. اللي خصنا نعرفوا انه في الزواج اول حاجه اذا دار العقد ما بين طرفين خصنا نعرفوا انه كتولي ديك الانسانه ولا ديك الزوجه على ذمه رجلها ومن حقه انه يطلب حقه، حيتاش العرس كيبقى غير احتفال او لعادات فقط، اما الشريعه ديال ربي والقانون راه مطبق. ثاني حاجه اذا وقعوا مشاكل او لا سوء تفاهم بين الازواج ما كندخلوش فيها والدينا، خاصهم يبقاو بعاد. والدينا ماشي من حقهم حتى هما انهم يتدخلوا فيما هو شخصي بيني وبين الشريك ديال حياتي، الا في حاله كانت شي حاجه اللي هي خاص باش انهم يتدخلوا فيها او لو محتاجين فيها شي راي واحد اخر ديال الشخص اللي هو ناضج كفايه علينا. ثالث حاجه اذا الوالدين كتبان لهم بلي انه بنتهم مازال صغير على الزواج او لا نيت حتى كبيره ولكن غير ناضجه في دماغها ما كنزوجوهاش باش ما يبقاوش ياخذوا قرارات في بلاصتها وما يطيحوش مشاكل مع الطرف الاخر او لا يقريوها قبل ما يصفثوها باش حتى هي تكون عارفه شنو تابعها. حتى لهنا حنا مفاهمين، ولا عندكم شي راي واحد اخر خليوه لي لتحت في التعليق. اما عن الموضوع ديال داك الملاك صراحه انا وصلت لهاد النقطه وما نكذبش عليكم حبس دماغي، لانه كيف قلت الوفاء سدات عليا كاع البيبان ديال الامل باش انه ولدها تعطى ليه فرصه انه يعيش معاها. ما عندهاش خدمه حتى الا كانت عندها ما يمكنش ما كاينش شي حل انها باش تاخذه. والديها ما غاديش يقبلوا الحقيقه وما غاديش يتقبلوه، خوتها كذلك ومثال. فالحل الوحيد هو اذا جاب الله ودات عندنا واحد الحكايه بحال هكا، اذا تزوجات والزوج اللي غادي يجي يقبل باش انه على اساس ولده ولا على اساس انه يتبناه ولا، هذا هو الحل الوحيد اللي كيبان ليا، ولكن ما فيش نسبه امل اللي هي كبيره. فانا غادي نخلي لكم لتحت في التعليق انكم تعطوني رايي او لا تعطيو الوفاء اللي هي صاحبه هذه الحكايه تعطيوها رايها في هذا الموضوع، تعطيوها الافكار ديالكم. وإذا ما قدرناش نعطيوها شي فكره ولا نعطيوها شي حل فالله يدير لها شي تاويل ديال الخير والله يجمعها بولدها والله يفرج عليها. هذه كانت حكايتنا الليله، كنتمنوا انكم ما تبخلوش على وفاء بالتعليق. دمتم في رعايه الله وحفظه، تلقاو ربما بعد غدا ان شاء الله في نفس التوقيت على نفس القناه، وسلام سلام.